انا عندي واحد البروبليم على حسب الدار ديالي، انها هذه هي الدار ديالي، وتنتفاجئ بهذا القصدير اللي يوميا انا حداه، اللي يوميا جا وتحط فوق من البافيو، فين ما تنجي انا تنهضر على هذا القصدير مع السلطه، مشيت حيد هذا القصدير وحطيت لهم عده شكايات، وحطيت حتى واحد الشكايه للعماله، وحطيت للقايد وحطيت للباشا وكل شيء، وتنتفاجئ ان القايد فين ما اون فوا مثلا مشي لعندو تنقول له على اساس ان هذا القصدير يتحيد، تيقول لي راه امره كبيره، ما حقها صبر معانا، حقها هذه، ولكن انا راه الدار ديالي، راه عندي وليدات خاصهم يخرجوا يلعبوا، ولا توشوا ولادي انا في هذا القصدير هذا، راه غادي منين يتجرحوا ولا شي حاجه، راك عارفين انتم دابا مع هاد كورونا ومع هادي، يعني راه صعيب باش تهزو وتدير للسبيطار وهادي، يعني انا تنطالبش بشي حاجه مستحيله، تنطالب ان القصدير خاصو يتحيد ليا من قدام باب داري، هادشي اللي تنطالب من السلطات، من عند سعاده الباشا، من عند القايد، من عند يعني هما اللي من عند سعاده العامل انهم يشوفوا لي شي حل، يحيدوا لي القصدير من قدام باب داري، راه ماشي شي حاجه صعيبه.